المواطن كيما قلت انت 500 ألف شهريته شو تعمل له؟ ياكلها في كرش ويزيد يتسلف. واذا كان كاري من مش يخطر. هاي المشكله وين؟ 500 دينار ما عاد تعمل حتى شيء. انا اللي شاد الفلاحه ذاك يحكم وحده في الاسعار، فما الفريقوات خويا، فما نتاع الحوت وحده، نتاع البحر وحده، فما نتاع ما نعرفش انا اللي يجيب في السلعه من الصين وحده، فما اللي يجيب في الكراهب وحده، كل واحد وبلاده وحده في تونس. وين توصل؟ انا نخدم خدمه حره. هذاك علاش واصل؟ انا شهريه مش توصل، انا بنتي بشهريتها ورجلها بشهريته مش مخلتي ونعاون فيها. يجيبوا لك السلعه بقداش يبيعوها لك وبقداش انت بتشريها؟ يعني فايض الربح قداش؟ نحن 15% ناخذ، نحن على البطون ناخذ في الحق نتاعنا 15%، وبعض مرات ناخذ 10% مطيحين من السوم نتاعنا، فهمتني ولا لا؟ لكن الناس ما عندهاش مساكن، الناس زواوله ما عندهاش. المواطن كيما قلت انت 500 ألف شهريته شو تعمل له؟ ياكلها في كرش ويزيد يتسلف. واذا كان كاري من مش يخطر. هاي المشكلة وين؟ 500 دينار ما عاد تعمل حتى شيء. تو مليون ونص الزملاي ما يعجلوش. الموظف تو كنت تحكي مع موظف في البرة في السوق، قال لي أنا موظف معش خالد. معش خالد؟ هي خدي 500 دينار تخلص ولا مليون ولا مليون ونص؟ 50 دينار. أنت تو كيلو الحوت هاوك، كيلو الحوت ب 30,000 هاوك. السردينة ب 10,000. الدجاج ب 9,400. هي شوف روحك أنت، بو عائلة تبدا كاري ومصروف كل يوم 50,000 أقل شيء. كراء ومصروف الدار 50,000، وانت شهريتك بقديه؟ خدي شهر 900 ما تعمل لك شيء. توريت تحب الانسان يعيش، يلزم شهريته تكون من الزملاين ما فوق. وتكون دار وملك. ينجم يعيش. اما باش تقول لي 500 دينار مازال تعيش ما عادش عايش. هما فما احصائيه تعملت في تونس، يقول لك لازم تاخذ بين 3 ملايين ونص و 3 ملايين و 200 هذايا شهريه باش تنجم تعيش لاباس وانت كاري. يعطيك الصحة. كأنك حاضر. لا لا 3 ملايين وتبدا دارك حتى كانت تعيش. نحكوا الواقع ولد عمي. من احنا هو باش نحكي من غير مش من المنظور نتاع المواطن، نحكي من المنظور نتاع البايع اللي هو انت اللي تبيع في الدجاج. يساعدك ان تبيع الدجاج ب 9,400 المواطن شهريته 500؟ لا لا لا، احنا قبل الثوره كنا نبيعوا في الدجاج ب 4,000 و 4,200 كان اغلاته، ونخدموا الناس احنا ناكلوا في الخبز والمواطن ناكلوا في الخبز. تو ما عادش تو مشيت الدنيا المحتكرين هي اللي تاكل في الخبز وديما انت تحصل في كل شيء والمواطن يحصل. يعطيك الصحة. المحتكرين قاعدين ياكلوا الخبز. المواطن مشى تحت بالعفيس. هاك تشوف انت هاك تشوف بلوحة هاني قدام المحل قدام الحانوت فهمتي من قبل رمضان وتو ما جوهاش هاون. وهم يقعدوا فينا تو نصلحوها تو نصلحوها وتو ما صلحوهاش. كل كذب. بالفم يحكي معاك اما في التطبيق ما دمياش تطبيق فهمت. كلها مندسه يلزم كلها يلزم رئيس الدوله يصفها هذه الناس كل يلزم يصفها. هذوما مندسين هذوما في الادارات يلزم ينحوا. هو قال مش النحاه يقول لك بس روحك انت نحام اش قاعد تستنى. قلت اي هذه عند اكثر هي شفتها بكري عند البلوعه هذيك من رمضان وهي التو فهمت. جاك تشوف حتى خدمه مش قاعد نخدم حتى اللي يجي يهرب يشم راحت الغرام يهرب. الصباح نجي نلقاها فيضانات لان المنحل لو قالها ما غادي ونفرغوها فيه فهمت. واللي نكلموه يقول لك انا مشيت للمدير كلمته يجي 7 مرات. مشيت للاداره التحت منه كلمته قال لك انا كلمناه ما عملنا رابور. هي من قبل رمضان التو ما حمشوش يصلحوها. وقتاش باش يصلحوها؟ لو قالت تنجم تسبب حتى امراض.
يا ودي وقتاش باش تلحقها وقتها يرسلوا الدوله راه شو ما عندهمش كاميون نتاع الناس باش يمزهم ربع ساعه يجي يصلحها ويروح عليه واللي نكلموه يقول لك اه كلمناه اه تو يجوك جاوا كنا تصوروه لنا هاك السبعه نتاع العشيه تو يجو غديك الصباح جاي فرحان قلت انا نلقاه ضيف شويه هي نلقاه لا نظيف ولا شيء ماهمش قاعدين ماهمش يخدموا قاعدين يحطموا في البلاد الخلاف هذايا شنو هو مشاكل السوق اللي تعانيوا منها انتوما مثلا؟ هذه خامجه السوق. السوق ما عادش كيما قبل، السوق خمج. يا حسرة على السوق. هاك تشوف الاوساخ اللي يجي يهرب. هاك تشوف بلعه كيفاش معبي بالبيع. انت باش تجي تهبط يجي للسوق باش تتفرد وكل شيء تلقاه خامج من زاد مش تقضي، ما عادش تقضي. يعني الستاتستيك يقول انه المواطن التونسي لازمه يخلص 3 ملايين ونص باش يعيش مرتاح، مرتاح راه في الكري. 5 ولا 6 ملايين. من الاخر. كي تاخذ الفلفل ب 6000 وطماطم ب 3000 وب 2000 وتطلع وتهبط ما حتى السردينه ما عادش ناخذوا عليها، حتى الدجاج الابيض المواطن التونسي ما عادش باش ياخذ عليه، حاجه طبيعيه. المواطن ضايع فيه. هذه الكل خاطر خويا فما ما نعرفش انا عندنا البلاد مقسمه، احنا مازلنا مستعمرين خويا، مستعمرين داخليين. عندنا الاشاد الفلاحه هذاك يحكم وحده في الاسعار. فما الفريقوات خويا، فما نتاع الحوت وحده، نتاع البحر وحده، فما نتاع ما نعرفش انا اللي يجيب في السلعه من الصين وحده، فما اللي يجيب في الكراهب وحده، كل واحد وبلاده وحده في تونس. عامل بلاد وحده، دولة تحكم في دولة. خويا نيدي ما نعرفش انا للسلطات العليا باش تتبدل حالة التونسي باش يتفرهد، بدل خويا القوانين نتاع العائلات، فما عائلات تحكم في البلاد. عاملين عرش انا قوانين على المقاس نتاعهم. الغي خويا، مجرد قلم تنجم تلغي القوانين خويا، خلي المواطن البسيط يحل جوانحه ويولي ويولي يخزر روحه ومو عبد كيما العباد، خاطر هو التونسي راهو في الطبقه نتاعنا احنا الوسطى هذيا ما عادش وسطى، ولد فقير او اقل من الفقير. تولد فقير تموت ذليل وفقير. اليوم عرضتك شي حاجه غريبه لهنا في السوق، كرموس. كرموس ب 17000، العنب فهمتي ب 7500. نصلحوا المعلومه الموت، الكرموس ب 19980. هي هي ريت وي هي. العنب ب 7500. شبيك يا حبيبي، وان كنا ونصبحنا لا سكر لا زيت، الخبز بالصف ما ثماش خبز، يبيع لك فهمتي يقول لك خبز سميد وانصاف ب 250 فرانك وب 300. القضية قداش كلفت لك؟ يا ودي انا توا قضيت فوق ال 100000، مش هذه برك، قضيت لداري ودار بنتي ودار ولدي. غلى برك 100000. والله ما فهمتش بركه مش حركه. التونسي توا شهريته ما عادش توصلوا. وين توصل؟ انا نخدم خدمة حرة. هذاك علاش واصل؟ انا شهرية مش توصل. انا بنتي بشهريتها ورجلها بشهريته مش مخلتي ونعاون فيهم. أكثرش من هك؟ وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ فرنسا أرخص من تونس، فرنسا البلورو أرخص من تونس.